أهلا بكم إلى الظهيرة من الميادين. وفي عناوينها لليوم: مصادر مطلعة تؤكد للميادين استهداف وكر تجسس للموساد شمال مطار أربيل في كردستان العراق بمسيرات وصواريخ كاتيوشا. نقل الأسير زكريا الزبيدي إلى المشفى بعد تعرضه للضرب على يد الاحتلال، وتظاهرات فلسطينية حاشدة خلال محاكمة الأسرى في الناصرة. قرار قيادة القسام والمقاومة بأن صفقة تبادل قادمة لن تتم إلا بتحرير هؤلاء الأبطال. الناطق العسكري باسم كتائب القسام يرهن إبرام أي صفقة تبادل مع الاحتلال بتحرير أسرى جلبوع. رئيس الوزراء العراقي في طهران واتفاق مع الرئيس الإيراني على تعزيز العلاقات وإلغاء التأشيرات بين البلدين. كان يمكن إدخال تعديلات على النص. الرئيس التونسي خلال جولة في شارع بورقيبة، هناك إمكانية لتعديل الدستور والحكومة ستؤلف قريبا. مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يلمح إلى تورط سعودي في تقريره الأول بشأن هجمات أيلول سبتمبر. أهلا بكم، ونستهل ظهيرة من العراق، حيث أفادت مصادر مطلعة الميادين بأن ما جرى استهدافه أمس شمال مطار أربيل في كردستان العراق هو مقر تابع للموساد الإسرائيلي. المصادر أكدت للميادين وأوضحت أن المقر المستهدف هو وكر تجسس للموساد، وقد ضرب بمسيرات وبصواريخ كاتيوشا. التحالف الأمريكي كان قد أكد تعرض قواته في أربيل بكردستان العراق لهجوم بطائرتين من دون طيار الليلة الماضية من دون وقوع إصابات. ممثل التحالف الدولي وين ماروتوف أوضح أن التحالف استخدم تدابير الحماية المضادة لتدمير المسيرتين. وللمزيد من المعلومات معنا من بغداد مدير مكتب الميادين عبد الله بدران. عبد الله، اهلا وسهلا بك معنا. بدايه يعني ابدا معك من كل المعطيات والمعلومات وكل جديد حول هذا الاستهداف. نعم علا، بالفعل الاستهداف نفذ عبر الطائرات المسيرة المفخخة وكذلك عبر صواريخ الكاتيوشا. طبعا لم يتم رصد الموقع الذي أطلقت منه، ولم يتم العثور على المواقع التي استخدمت كمنصات لإطلاق الصواريخ التي استهدفت الموقع العسكري الأمريكي ومحيط مطار أربيل في أربيل بإقليم كردستان العراق. طبعا أيضا رصد استخدام القنصلية الأمريكية في أربيل منظومة السيرام للتصدي للهجمات التي نفذت. وفق الموقف الرسمي فأن الهجمات تركت أثرا أضرارا مادية طبعا لا أضرار بشرية، ودخلت القوات الأمنية في إقليم كردستان العراق وكذلك القوات الأمريكية الموجودة داخل القنصلية وداخل الموقع العسكري الأمريكي في حالة إنذار وعملية انتشار أمني وعسكري شهدتها المنطقة التي تقع فيها القنصلية وكذلك الموقع العسكري ومطار أربيل، بالإضافة لتحليق مستمر حتى فجر اليوم للطيران المروحي وكذلك حتى الطيران الحربي. طبعا نتحدث هنا عن الطيران الحربي الذي يتبع القوات الأمريكية الموجودة في إقليم كردستان العراق. حتى هذه اللحظة لم تتبنى أي جهة المسؤولية، ولم يصدر أي بيان من أي جهة يعلن فيه المسؤولية عن هذه الهجمات، لكنها طبعا دائما ما تسند لأطراف وفصائل عراقية تلوح باستهداف الوجود العسكري الأمريكي وتضغط باتجاه المواقف السياسية التي تحاول أن تفتح مساحة ودورا لوجود واشنطن العسكري على الأرض العراقية في عملية ضغط سياسية تمارسها بعض القوى والأحزاب الموجودة في إقليم كردستان العراق، وهذا ما لا تخفيه الفصائل التي عادة ما تستهدف الوجود العسكري الأمريكي. طيب عبد الله، في التداعيات والخلفيات ماذا يعني تواجد هذا المقر؟ ماذا يعني استهدافه؟ ماذا يعني استهدافه في أربيل حتى بالشكل وبالمضمون؟ حدثنا عنه أكثر وأيضا بالتوقيت.
نعم علا، طبعا هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تنفيذ هجوم يستهدف الموقع العسكري الأمريكي ومواقع أخرى. قبل فترة أيضا نفذت هجمات بنفس الشكل طبعا عبر طيران مسير وعبر الصواريخ في أربيل. أيضا هناك مواقع كانت قد استهدفت بقصف صاروخي منذ فترة طويلة للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض. لا يمكن إخفال ما كان قد صرح به قبل فترة أحد قادة الحرس حرس الثورة من أن على العراق وإقليم كردستان العراق أن لا يجعل المنطقة ملاذا للإرهابيين أو قد نوجه ضربات موجعة. طبعا لا يمكن إخفال أيضا أن الفصائل التي تستهدف الوجود العسكري الأمريكي والتي غالبا ما تؤشر على تماهي للقيادة السياسية في إقليم كردستان العراق مع بعض المواقف الغربية، ولا يمكن إخفاء أن هناك دورا يمكن للموساد الإسرائيلي حتى وأن لم تثبت هذه الفصائل، لكنها دائما ما تؤشر أن هناك دورا خبيثا يمارسه الموساد عبر نشاطه أو عبر حلفائه في إقليم كردستان العراق. هذا طبعا أمر تنفيه حكومة الإقليم، تنفيه الأحزاب الموجودة في الإقليم. رئاسة الإقليم تؤكد أن لا صحة لوجود هكذا مواقع، لكن دائما ما يعتبر إقليم كردستان العراق هو المنطقة أو الحديقة التي يلعب فيها عملاء الموساد أدوارهم. طبعا إيران ترصد هناك نشاطها، ولم يكن عن صدفة أن نفذ في إحدى المرات قصف صاروخي، وكان هناك تبنيا رسميا ببيان رسمي لحرس الثورة استهدف بعض المواقع في كويسنجر بإقليم كردستان العراق. ربما هي إشارة إلى أن المواقع مرصودة والتحركات معروفة وأن هناك دورا تخريبيا ونشاطا ملحوظا، وبالتالي كان هناك رد. ليس أكيدا أن هذا الرد سيكون عابرا الحدود، ربما من داخل العراق وربما عبر حلفاء طهران الذين دائما ما يستهدفون أي تحركات عسكرية مشبوهة للجيش الأمريكي. كل الشكر لك زميل عبد الله بدران مدير مكتب الميادين في بغداد على كل هذه المعلومات. إلى فلسطين المحتلة وآخر التطورات المتعلقة بقضية الأسرى الأبطال الذين أعادت قوات الاحتلال اعتقال 4 منهم بعد تحررهم من سجن جلبوع وسط المزيد من التضامن الشعبي معهم. أكدت وسائل إعلام إسرائيلية نقل الأسير زكريا الزبيدي الذي أعيد اعتقاله بعدما نجح في الفرار من سجن جلبوع إلى المستشفى للعلاج. نعم علا، محامي الأسرى المعتقلين أكد للميادين أن الأسير زكريا تعرض للضرب المبرح ما أدى إلى حدوث كسر تحت عينه اليسرى، مشيرا إلى أن الزبيدي يعاني من مشاكل صحية كثيرة نتيجة تعرضه أكثر من مرة في الماضي لإصابات بالرصاص في أنحاء جسده. وكان الزبيدي قد مثل أمام المحكمة الليلة الماضية، حيث عمد رجال شرطة الاحتلال إلى الإحاطة به لإخفاء آثار التعذيب على وجهه. وكانت محكمة الاحتلال قد قررت تمديد اعتقال الأسرى 4 الذين أعادت توقيفهم حتى الأحد المقبل وفق مراسلتنا. كما أمرت محكمة الاحتلال بمنع لقاء الأسرى بمحامي الدفاع عنهم. وقد ظهر الأسرى 4 تباعا وهم محاطون بجنود الاحتلال داخل مقر المحكمة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن شرطة الاحتلال تعد لائحة اتهام بحقهم قد تصل عقوبتها إلى 20 عاما. من جهته قال محامي الأسير زكريا الزبيدي إنه يرفض التهم الموجهة إلى موكله. يطلب جهاز الاستخبارات ونيابة العمد حظر الاتصال بين المحامي وموكله. هذا معقول في القضايا الأمنية الكبيرة، ونحن نعتقد أنه لا يوجد عنصر أمني في هذه القضية، والمراد فقط إبعادنا عن الاستجواب. لكننا نعتقد أنه في وقت قصير، يومان أو 3، سيرفع هذا الحظر وسوف نتمكن من التواصل مع موكلينا. وكان متظاهرون فلسطينيون في الناصرة قد استقبلوا الأسرى 4 لدى وصولهم إلى مقر المحكمة بهتافات الدعم، وعلى التصفيق لحظة وصول الأسرى إلى المحكمة وهم يرفعون العلم الفلسطيني ويرددون وعد المقاومة لهم: المقاومة وعدتكم، أنتم جزء من صفقتهم. الدول المسكوبية زي الحرية.
هذا وكانت قد نظمت أمس وقفة تضامنية في مدينة الناصرة، ورفع خلالها المشاركون صور الأسرى الستة ورددوا الهتافات الداعمة لهم. المتظاهرون الفلسطينيون في الناصرة تحدوا كذلك مراسلا القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية الذي عمد إلى مهاجمتهم. يأتي ذلك فيما تستمر الانتقادات الداخلية على خلفية عملية نفق الحرية التي عكست عناوين الإخفاق والفشل والخيبة لدى المقاربة الإسرائيلية للحدث، وذلك على الرغم من المحاولات الحثيثة للبحث عن صورة نصر لم تجدها إسرائيل إلا في تكرار مشاهد اعتقال عدد من الأسرى المحررين. عبثا تحاول إسرائيل استعادة بعض من هيبتها المهدورة بفعل فشلها المدوي عبر البحث عن صورة نصر تخفف عنها مشاعر الذل والخيبة التي لحقت بها بفعل إنجاز الأسرى الفلسطينيين في سجن جلبوع. أشعر بالسوء في ضوء ما حصل في جلبوع، وأقول إنه فشل منظوماتي لمصلحة السجون، وممنوع بأي حال من الأحوال مع موجات الفرح والانفعال الآن أن ننسى ما حصل. هذا شرخ كبير ممنوع نسيانه وتجاهله وتركه يمر. حجم الإنجاز الفلسطيني الذي حققه الأسرى لم تنفع معه الحرب الإعلامية والنفسية التي لجأت إليها الحكومة الإسرائيلية لتعويض فشلها عبر تكرار بث مشاهد إعادة اعتقال عدد من الأسرى المحررين. عملية الهروب من سجن جلبوع هي أحد الإخفاقات الأكثر خطورة لمصلحة السجون. هذه الحكومة تبث الضعف والوهن، وهذا خطر علينا. أين كل ما وعدت به يا بنت؟ وأين كل ما ناديت به طوال السنين؟ محاولات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية دق إسفين بين فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 48 وبقية المناطق المحتلة اصطدمت بواقع مغاير على الأرض. استقبال بالتصفيق والترحيب كما ترون أمام المحكمة في الناصرة من قبل ناشطين سياسيين خرجوا بالكوفيات وأطلقوا الشعارات والأغاني لتشجيع الأسرى الأربعة الذين أحضروا لتمديد اعتقالهم وللتضامن معهم. وفي ضوء التحذيرات التي أطلقها رئيس هيئة الأركان في جيش الاحتلال أفيف كوخافي من تأثيرات إقليمية وإشعاع على جبهات أخرى قد تترتب على حدث سجن جلبوع، نبه معلقون من خطورة أن تحرف فرحة اعتقال عدد من الأسرى النظر عن حجم الإخفاق الضخم في المنظومة الأمنية والاستخبارية الإسرائيلية الإخفاقات الإضافية التي تكشف بعضها. معنا من القدس المحتلة مراسلة الميادين هناء محاميد. هناء، بعد التحية، ماذا عن حالة الأسير زكريا الزبيدي الصحية، يعني خاصة بعد الاعتداء عليه من قبل عناصر شرطة الاحتلال؟ ما طبيعة الاعتداء هناء؟ طبعا المعلومات التي تردنا حول حالة الأسرى الأربعة، الأسرى المتحررين والذين تمت إعادة اعتقالهم الأربعة، شحيحة للغاية وهي معلومات غير مؤكدة أيضا بسبب التعتيم الكبير الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومنع الأسرى من لقاء محاميهم حتى هذه اللحظة. وبالتالي حتى في قضية نقل الأسير زكريا الزبيدي إلى المستشفى هنالك معلومات متضاربة. في بادئ الأمر كانت كل المعلومات تشير إلى أنه تم نقل الأسير زكريا الزبيدي إلى مستشفى رمبم في حيفا بسبب وضعه الصحي، وكما يبدو ذلك نتيجة أيضا للاعتداء عليه بالضرب من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إن كان ذلك في لحظة اعتقاله أو في داخل التحقيق، لا سيما بأنه بالأمس عندما عرض على المحكمة لوحظ بأن لديه احمرار في عينه اليسرى وأيضا هنالك انتفاخ في وجهه تحديدا تحت عينه اليسرى، ولذلك يرجح بأنه قد
تلقى ضربات شديدة على رأسه، وقد أصيب ربما قد كان قد أصيب بكسر في وجهه تحت عينه اليسرى، إضافة إلى أن وضعه الصحي بشكل عام نتيجة لكل محاولات الاغتيال التي كان قد مر بها على مدار العقدين الأخيرين، حوالي 9 محاولات اغتيال، وكان قد أصيب بالرصاص في كل أنحاء جسده، وبالتالي وضعه الصحي بشكل عام هو حرج ودقيق، ولذلك هذا ما يعني يشكل خطرا أكبر عليه وعلى صحته نتيجة هذا الضرب. المحامي محامي الدفاع عنه كان قد طلب بالأمس من المحكمة أن يتم عرضه على أطباء وأن يتم نقله للعلاج، واليوم بالفعل كانت هنالك معلومات مؤكدة بأنه تم نقل الأسير زكريا الزبيدي إلى مستشفى رمبم، ولكن اتضح بعد ذلك بعد التواصل يعني مع المستشفى والناطق بلسان المستشفى والبيانات التي خرجت عنه بأنه لم يتم نقل الأسير في نهاية المطاف إلى مستشفى رمبم، بالتالي قد تكون مسألة نقله لتلقي العلاج في أحد المستشفيات الإسرائيلية قد ألغيت تماما، وهذه معلومات غير واضحة بعد حتى هذه الساعة حتى من قبل مؤسسات الأسرى والمحامين الذين يترافعون للدفاع عن الأسرى الأربعة. وهنالك إمكانية أخرى بأن يكون قد تم نقله إلى ما يسمى بمستشفى سجن الرملي والذي يطلق عليه الأسرى والفلسطينيون بشكل عام تسمية المسلخ، لأنه هو أقرب إلى سجن مما هو إلى مستشفى تابع للسجن. ولكن بكل حال الأسرى الأربعة الآن يمرون في أوقات صعبة نتيجة التعذيب الذي قد يمارس عليهم من قبل أجهزة المخابرات ورجال المخابرات الإسرائيلية الذين سينتقمون منهم في بادئ الأمر نتيجة هذه العملية النوعية التي قاموا بها الاثنين الماضي أو فجر الاثنين الماضي من جهة، ومن جهة أخرى من أجل وهذا هنا يعني يفسر منع محكمة الاحتلال المحامي من التواصل مع الأسرى الأربعة؟ حتى الآن المحامين ممنوعون من التواصل مع الأسرى، هنالك منع للقائهم بالمحامين، والمحامون يعني سيلتمسون ربما في خلال هذا النهار إلى المحكمة المركزية في الناصرة من أجل الحصول على إذن بلقاء الأسرى الأربعة، وهذا أولا من أجل ضمان حقهم بالاستشارة القانونية، ولكن بالأساس من أجل الإطمئنان على والوقوف على وضعهم الصحي والجسدي، لا سيما بأن كل الشكوك تحيط يعني مسألة التحقيقات معهم، ويرجح كما قلت بأن يتعرضوا لتعذيب ولمحاولات قهر وتنكيل نفسية وجسدية من قبل المخابرات الإسرائيلية والمحققين الذين يحققون معهم في هذه الساعات. بكل الأحوال إضافة إلى كل ما ذكر، مسألة أيضا نقل الأسير زكريا الزبيدي إن كان تم نقله بادئ الأمر إلى مستشفى رمبم ومن ثم نقله إلى مستشفى آخر أو إعادته إلى المعتقل، كل هذه التنقلات أيضا فيها نوع كبير من التعذيب، لأن عملية النقل تجري من خلال ما يسمى بالبوسطة، وهي توصف يعني من قبل كل الأسرى المحررين بأنها عذاب كبير، لأنهم يجلسون في داخل صندوق من الحديد وعلى كراسي من الحديد. صحيح. في الحرارة المرتفعة، لا يوجد أي يعني تهوئة ولا شبابيك في هذه المركبة التابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية. شكرا لك مراسلة الميادين من القدس المحتلة هناء محاميد. إلى ذلك، شددت حركة الجهاد الإسلامي على رفض استغلال الاحتلال الإسرائيلي للأسرى الأربعة لإيقاع الفتنة بين أبناء الشعب الفلسطيني. وفي بيان، حيت حركة الجهاد الفلسطينيين في أراضي 48 المحتلة مؤكدة وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة أرضه ومصيره، وعبرت عن اعتزازها بثبات الجماهير الفلسطينية في الأراضي المحتلة عام 48 وبمواقفها الوطنية التي تجلت في معركة سيف القدس، ودعت الشعب الفلسطيني في كل مكان للوقوف صفا واحدا في مواجهة الاحتلال والتصدي لمشاريع الفتنة. الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة كان قد تعهد عدم إبرام صفقة تبادل مع الاحتلال إلا بتحرير أسرى معتقل جلبوع، وشدد على أن إعادة اعتقالهم لا تخفي حجم الخزي والعار الذي لحق بالمؤسسة الأمنية الإسرائيلية. وإننا في كتائب القسام
نقول اليوم وبشكل واضح، وليسمعه أسرانا وعائلاتهم، وليسمعه العدو والصديق على حد سواء، إذا كان أبطال نفق الحرية في جلبوع قد حرروا أنفسهم هذه المرة من تحت الأرض وأوصلوا رسالتهم لكل العالم، فإننا نعدهم ونعد أسرانا الأحرار بأنهم سيتحررون قريبا بإذن الله من فوق الأرض، وسيفتح لهم السجانون أبواب الزنازين بأنفسهم، وسيخرجون كما كانوا دوما مرفوعي الرأس في صفقة جديدة لوفاء الأحرار بإذن الله وعونه. وليعلم العدو المأزوم بأن قرار قيادة القسام والمقاومة بأن صفقة تبادل قادمة لن تتم إلا بتحرير هؤلاء الأبطال بإذن الله تعالى. وكانت قد خرجت مسيرات في الضفة الغربية إسنادا ودعما للأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع، وقد نظمت ليلة أمس مسيرة في نابلس دعما وإسنادا لأسرى نفق الحرية وللأسرى في سجون الاحتلال على وقع الدعوات إلى الإضراب الشامل غدا في المدينة. وفي جنين عم الإضراب الشامل المحافظة تلبية لدعوة القوى الوطنية والإسلامية دعما للأسرى. واستجاب سكان جنين بالكامل للدعوات إلى الإضراب، فأقفلت المحال التجارية والمؤسسات التعليمية والرسمية، فيما صدرت بيانات أكدت الوقوف إلى جانب الأسرى، ودعت القوى الوطنية والإسلامية إلى تكثيف كل أشكال المقاومة والتصدي بالتظاهر في كافة المواقع والمواجهة الشاملة على نقاط التماس مع الاحتلال. وفي رام الله أجابت مسيرة حية الأسرى في سجون الاحتلال، وأكدت إسنادهم ودعمهم وعدم تركهم وحدهم في مواجهة السجان. وردد المشاركون هتافات مساندة للأسرى الستة وكل الأسرى في سجون الاحتلال، وطالب المشاركون المؤسسات الحقوقية لتحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى الأربعة وإلى التدخل العاجل لوقف العقوبات الجماعية بحقهم. في غضون ذلك دعا الناطق باسم لجان المقاومة أبو مجاهد إلى التخلي عن اتفاق أوسلو، وذلك عشية الذكرى 28 لتوقيعه. كلام أبو مجاهد جاء في اختتام أعمال مؤتمر لفصائل العمل الوطني تحت شعار المقاومة تحرر وأوسلو تدمر. ألحقت اتفاقات أوسلو وما تلاها وبني عليها من اعترافات واتفاقيات أمنية واقتصادية كوارث على شعبنا وقضيتنا، وضع المشهد الفلسطيني في أزمات متلاحقة. وتأسيسا على هذه المعطيات المتراكمة على ما تحقق من إنجازات في الاندحار الصهيوني عن قطاع غزة ومعركة سيف القدس، أن المقاومة بكافة أشكالها وأساليبها ستظل استحقاقا على شعبنا وقواه السياسية والرافعة الأساسية لتحقيق أي إنجاز سياسي وطني لشعبه. ثالثا، وضع مهمة الخروج من أنفاق أوسلو أولوية وطنية، وهذا يستوجب تطبيق القيادة المتنفذة قرارات المجلسين المركزي والوطني من التحلل من اتفاق أوسلو وسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني. وللمزيد معنا من بيت لحم مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام. ناصر، أهلا وسهلا بك معنا. يعني أود البداية أن أتحدث معك عن هذه المواقف، سواء على الصعيد الشعبي والشعارات أم حتى فيما يتعلق بفصائل المقاومة والشعارات يعني العالية السقف اللي توجهوا بها. اليوم الإسرائيلي كيف يتعاطى معها؟ كيف يتلقاها؟ ما الجديد من إسرائيل حول ملف
هؤلاء الأسرى، بالإضافة طبعا إلى كل جديد فيما يتعلق بالتحركات على أهميتها طبعا. تحياتي علا. الأمور وصلت إلى مستوى شديد الدقة والحساسية، الأمر يتفاعل، اعتقال 4 من إعادة المحررين زاد من قلق الشعب الفلسطيني على الأسيرين المتبقيين، لا سيما بعد أن اتضح بأنه كانوا في الجبال وكانوا يعني في حالة غير آمنة. الأمر لا يزال بالنسبة لإسرائيل، إذا مس أحد الأسرى فإن هذا سيؤدي إلى مواجهات عسكرية شديدة. هذا ما عبرت عنه أوساط أمنية إسرائيلية اليوم، وهي عبرت بأنها ترغب في إعادة اعتقالهم أحياء حتى لا يكون هناك أي مواجهات أو تبعات عسكرية وأمنية في الأراضي الفلسطينية أو في داخل الخط الأخضر. يضاف إلى ذلك أن عملية الانتشار والتمشيط لقوات الاحتلال بكلها وكليلها تشمل مناطق عدة وواسعة، وفي حال نفذت إسرائيل تهديدات أنها ستدخل قوات عسكرية إلى شمال الضفة الغربية، هذا سيعطي رد مجال ومساحة لرد فعل فلسطيني ناري تجاه هذا الموضوع. لا تزال إسرائيل متحفزة، لا تزال تتعامل مع هذا الملف مفتوح، وكذلك الفلسطينيون يتعاملون أنه ملف مفتوح، سواء سلامة الأسرى 4 أو باقي الأسرى، الحركة الأسيرة في السجون أو الأسيرين اللذين لا يزال مصيرهما مجهول. وبحسب الرواية الإسرائيلية أن أحدهما داخل الخط الأخضر والآخر نجح في الوصول للضفة الغربية التي هي أيضا محتلة، وقوات الاحتلال تبحث عنهما في مناطق كبيرة في الضفة الغربية. هناك ردات فعل سياسية، محاولة التهدئة، إسرائيل تحاول التهدئة، حكومة نفتالي بنت تحاول التهدئة، لكن هذا لا يعني بأن الأمور ذاهبة في هذا الاتجاه، وتؤخذ تصريحات القيادات الفلسطينية على محمل الجدية كاملة. كل الشكر لك الزميل ناصر اللحام، مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة، كنت معنا مباشرة من بيت لحم. وفي العاصمة الأردنية عمان نظمت وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين ولا سيما أسرى سجن جلبوع. فالست انتصروا حتى وإن مسكوهم مرة ثانية، هذا لا يعني انكسار، بالعكس ستعاد التجربة أكثر وأكثر، والنصر إلنا. حتى لو تم اعتقالهم الحرية راح تكون من نصيبهم، والفجر قادم بالتأكيد. من طالب المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية حمايتهم، وأيضا كمان من الشعب الأردني كله بكل أطيافه، من ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية، نحن معاكم والحرية قادمة والفجر قريب. وبكل معاني الفخر والاعتزاز نوجه تحية لأسرانا الذين صنعوا هذا الفخر وهذا الأمل للشعب الفلسطيني داخل فلسطين وفي الشتات، لكي إن شاء الله هذا يكون مشوار للتحرير، هذه بداية التحرير بإذن الله. وفي غزة أطلقت المقاومة الفلسطينية نيران مضاداتها الأرضية باتجاه طائرات إسرائيلية أغارت على القطاع. نعم علا، طائرات الاحتلال قصفت بصواريخ متعددة موقعا قرب منتزه مخيم المغازي وسط القطاع بغارات جوية عديدة، كما قصفت المروحيات موقعا في محررة عين جالوت غربية خان يونس جنوب القطاع. كذلك قصفت طائرات الاحتلال موقعا على الطريق الساحلي غرب رفح بغارات متعددة، وشمل القصف الإسرائيلي استهداف مزرعة دواجن بحي السلام على الحدود الفلسطينية المصرية في رفح. إلى ذلك أكدت حركة حماس أن التصعيد الإسرائيلي على غزة هو شكل من أشكال العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني. وقال ناطق باسم الحركة فوزي خميس أن العدوان محاولة من العدو لتصدير أزماته الداخلية، ولا سيما بعد هزيمته المدوية في معركة سيف القدس وانهيار منظومته الأمنية في نفق الحرية. وأكد أن جيش الاحتلال لن يفلح في كسر إرادة الشعب المنتفض في كل المدن والبلدات الفلسطينية برغم كل الظروف والتعقيدات الأمنية والحياتية. الظاهرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. طالبان تعلن استئناف رحلات جوية من وإلى مطار كابول.
أهلا بكم من جديد. وإلى إيران، حيث يواصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي زيارته إلى طهران، وهي الأولى له منذ انتخاب إبراهيم رئيسي رئيسا لإيران. وقد أكد الرئيس الإيراني في مؤتمر صحفي مشترك مع الكاظمي عقب لقائهما عزم البلدين على تعزيز العلاقات بينهما برغم محاولات الأعداء منع ذلك، وجرى الاتفاق بين الجانبين على إلغاء التأشيرات بين البلدين. ويرافق رئيس الوزراء العراقي عدد من الوزراء ومسؤول الأمن القومي قاسم الأعرجي مصادر حكومية عراقية كانت قد أشارت إلى أن البحث سيتطرق إلى مسائل تتعلق بالأمن والطاقة والعلاقات بين السعودية وإيران. وكان قد أقيم استقبال رسمي للضيف العراقي بعد وصوله إلى مطار طهران، وقد عزف النشيدان العراقي والإيراني. وينضم إلينا من طهران مراسل الميادين مالك عبد مالك. بعد التحية، يعني أبرز ما تم الاتفاق عليه في زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى العاصمة الإيرانية طهران، خاصة أنه ملف العلاقات السعودية الإيرانية كان حاضرا على جدول الأعمال. نعم مروان، في الحقيقة هي زيارة بالغة الأهمية كما يصفها هنا المراقبون والخبراء في الشأن العراقي الإيراني، فهي من ناحية التوقيت مهمة جدا، إذ تأتي يعني قبيل الانتخابات العراقية وبعد تأليف الحكومة الإيرانية بقيادة الرئيس إبراهيم رئيسي، وأيضا بعد عدة أيام من انعقاد مؤتمر بغداد لدول الجوار، والذي ضم مندوبين من قبل العراق ومندوبين من قبل إيران والسعودية وبعض الدول الإقليمية والدولية. على كل حال، في الحقيقة مثل ما سمعناه قبل قليل من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، اتفق الجانبان على العديد من الجوانب السياسية والاقتصادية والتجارية وأيضا بعض المسائل الأخرى. فعلى سبيل المثال، في موضوع المواصلات تم الاتفاق على مواصلة مد سكة حديد التي تربط ما بين شلمجة الإيرانية وأيضا محافظة البصرة العراقية، هذا من جهة. من جهة أخرى، تم الحديث وتطرق إلى المشكلات الاقتصادية التي تحول دون تطوير العلاقات التجارية بين إيران والعراق. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ذكر بأن العلاقات بين البلدين هي علاقات متجذرة وسوف تنمو وتصبح أكثر تطورا رغم محاولات الأعداء. الكثير هنا ينظرون إلى هذه الزيارة مروان بأنها تأتي في سياق أو تأتي امتدادا لمؤتمر بغداد لدول الجوار، حيث من المقرر يعني بعد فترة، وحسب السفير العراقي السفير الإيراني في العراق الذي أعلن بأنه من المقرر أن تنطلق المحادثات الرابعة أو الجولة الرابعة من المحادثات بين السعودية وإيران، وبالتالي هذه المحادثات تأتي في هذا السياق، والعراق يلعب دور أساسي في هذا الموضوع. نعم، تفضل بالبقاء معنا مالك. ونبقى في إيران التي زارها اليوم رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتقى رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة محمد إسلامي، الذي شدد على أن ما يهم بلاده هو بناء الثقة مع الوكالة والحفاظ على هذه الثقة المتبادلة. وعقب اللقاء أعلن إسلامي أن ذاكرة كاميرات المراقبة ستبقى في إيران في إطار بنود اتفاق الضمانات الشاملة، وأن جروسي سيزور طهران مرة أخرى لتغيير بطاقة ذاكرتها. من جانبه قال جروسي أن الوكالة بحاجة لاستمرار التفاوض مع إيران. كل
كل القضايا التي تناولناها في المحادثات البناءة تقنية على نحو أساسي، ولم نتطرق لأي مسألة سياسية. اتفقنا على أن نكمل محادثاتنا على هامش المؤتمر العام للوكالة الدولية المقبل، كما سيزور جروسي طهران قريبا مرة أخرى، وسيجري لقاءات مع المسؤولين في إيران للحديث عن استبدال بطاقات الذاكرة لكاميرات المراقبة في المنشآت الإيرانية، بما ينص عليه اتفاق الضمانات على أن تبقى البطاقات مختومة في إيران وتوضع بدلا عنها بطاقات جديدة. ما يهم إيران هو بناء الثقة وتعزيزها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. نعود للزميل مالك عبدة للحديث أكثر أيضا على زيارة أو عن زيارة جروسي وما الذي بني عليها. نعم ولا يعني في الحقيقة ننظر إلى البيان المشترك الذي صدر من إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد اللقاء الذي جمع بين رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي ورافائيل جرؤوسي. نجد بأنه البيان من أوله إلى نهايته هو بيان ذو صيغة أو ذو لون إيجابي، إذ اتفق الطرفان وأبدى فيه الطرفان عن رضاهما عن نتائج هذه المحادثات، والتي جاءت يعني بعد انقطاع أو بعد مدة زمنية يصفها البعض بأنها طويلة شيئا ما. ولكن في الحقيقة هذا البيان يدل على أن هناك مزيد من التعاون بين إيران والوكالة الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية. اليوم إيران ضربت عصفورين بحجر واحد حسب بعض المحللين والمراقبين، فهي من جهة قامت بتطبيق أو لم تخترق أو لم تلتزم بالقانون الاستراتيجي الذي أصدره مجلس الشورى الإيراني، وهي من جهة أخرى فتحت الباب من جديد أو لا تزال تفتح أبواب الدبلوماسية من جديد أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولم تعطيها أي ذريعة لكتابة أو تقديم تقرير سلبي إلى مجلس حكام الوكالة المزمع عقده خلال الأيام القادمة. هذا من جهة. البيان الذي جاء اليوم في الحقيقة ينم أو يؤكد على أن إيران سوف تسمح لخبراء الوكالة بأن يقوموا بصيانة أجهزة المراقبة الموجودة في بعض المنشآت النووية، وأيضا تغيير ذاكرة بعض الكاميرات الموجودة في المنشآت النووية. وأيضا من المقرر يعني، وهنا هذه أيضا هي نقطة إيجابية أخرى في البيان، أن محمد إسلامي سوف يشارك بصفته رئيسا لوكالة إيران للطاقة الذرية في مؤتمر حكام الولاية. ومن المقرر أن يتم استكمال هذه المحادثات علا في فيينا، وأيضا تم الاتفاق على أن يتم مواصلة المحادثات والاتصالات واللقاءات على كافة المستويات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. كل الشكر لك زميل مالك عبدة مراسل الميادين، كنت معنا من طهران. ونبقى في إيران، حيث قال القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي إن العالم يقف عاجزا عن تفسير رحلة المجموعة البحرية الإيرانية إلى المحيط الأطلسي الذي يعد الحديقة الخلفية للاستكبار العالمي. ووصف الموسوي الرحلة البحرية بالمنعطف التاريخي الذي يمكن أن يكون خطوة مهمة في تنفيذ الخطوة الثانية للثورة الإسلامية. ولفت إلى أن الأسطول قطع في رحلته ثلاثة محيطات، هي الهندي والأطلسي الشمالي والأطلسي الجنوبي، وطرقا بحرية مهمة خلال 120 يوما، وهي أطول مهمة تقوم بها البحرية الإيرانية. وبالتزامن مع زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيران اليوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت إن البرنامج النووي الإيراني وصل إلى مرحلة متقدمة لم يصل إليها من قبل. وخلال جلسة للحكومة الإسرائيلية قال بنت إن إيران تتجاهل تعليمات الوكالة الدولية للطاقة النووية وتخفي هدفها الذي كان وما زال السلاح النووي على حد تعبيره، داعيا الدول الكبرى إلى عدم السير وراء خداع طهران على حد قوله. في الأسبوع الماضي نشرت الوكالة الدولية للطاقة النووية تقريرين، وهذان التقريران منحا التوقيع الرسمي بأن يتقدم الإيرانيون من دون انزعاج في البرنامج النووي. إيران تتجاهل تعليمات الوكالة وتحاول إخفاء هدفها الذي كان ولا يزال السلاح النووي،
أنا أدعو من هنا الدول العظمى إلى عدم السير وراء خداع الإيرانيين. يجب ألا يكون هناك تنازل عن التحقيق في المواقع النووية، ويجب أن نحدد موعدا نهائيا وواضحا لذلك. البرنامج النووي الإيراني موجود في نقطة هي الأكثر تقدما من أي وقت مضى. أوقف الجيش اللبناني عنصرا من النصرة شارك في خطف راهبات معلولة عام 2013. نعم، الجيش أشار إلى أن الموقوف الملقب بأبي عناد شارك مع مجموعته في معارك متعددة في جرود القلمون وفي معركة عرسال في آب أغسطس عام 2014، وأنه ضبطت داخل منزله كتب عائدة للتنظيم المذكور ومنظار وأربعة هواتف خلوية وثلاثة كاميرات وبزة عسكرية زيتية اللون. إلى سوريا، حيث أعلن وزير النفط والثروة المعدنية السوري بسام طعمة أن خط الغاز العربي جاهز داخل سوريا لنقل الغاز المصري إلى لبنان. وأشار وزير النفط السوري إلى أن بلاده ستحصل على كميات من الغاز مقابل مروره عبر أراضيها بموجب الاتفاقيات الموقعة بين الأطراف المعنية، ولفت إلى أن شبكة الغاز الداخلية تعرضت لعشرات الاعتداءات الإرهابية، وسرق الإرهابيون تجهيزات محطات الصمامات المقطعية الثلاث من جهة الحدود الأردنية، مبينا أن عمليات إصلاحها كلفت مليارات الليرات السورية. إلى تونس، حيث قال الرئيس قيس سعيد أن الدساتير ليست أبدية ويمكن إدخال تعديلات عليها. أكد أنه يحترم الدستور ويمكن إجراء تعديل على نصه. نعم، وخلال جولة في شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة التقى عددا من المواطنين، حيث لفت إلى أنه سيجري الإعلان عن الحكومة في أقرب وقت، وأن العمل مستمر لاختيار الأشخاص الذين بإمكانهم تحمل الأمانة بكل مسؤولية. هناك الدستور، أحترم الدستور، أحترم الإجراءات، ولكن سأبقى أحترمها على النص والنص، ولكن يمكن إدخال تعديلات على النص. ويرون الشعب التونسي كيف سئم الدستور وكيف سئم هذه القواعد القانونية التي وضعوها على مقاسهم، على مقاسهم كالحذاء كاللباس. ولابد من إدخال تعديلات في إطار الدستور. الدساتير ليست أبدية، يمكن إدخال تعديلات عليها ويمكن إدخال تعديلات تستجيب للشعب التونسي. ثم فوق هذا وذاك، السيادة للشعب، السيادة للشعب التونسي، هناك سيادة الدولة وسيادة الشعب، ومن حق الشعب أن يعبر عن إرادته بكل حرية، لا أن توضع النصوص القانونية كما وضعت، ولا أن تشترى القواعد القانونية في أسواق تعرفون الأسواق وبكم تباع في بعض الأحيان، لا نصوص القانون ولكن فصل أو فقرة في نص قانون. إلى أفغانستان، حيث أكدت حركة طالبان ازدياد عدد الرحلات الجوية من وإلى مطار كابول. وقد نقلت طائرات مساعدات إنسانية إلى البلاد، وأشارت الحركة لأن عددا من الرحلات الدولية جرى استئنافها، وأكدت أن فرقا فنية من قطر وتركيا قدمت المساعدة إلى كابول، وكذلك عادت الرحلات الداخلية للانتظام. وزير التعليم العالي الأفغاني بالإنابة مولوي عبد الباقي حقاني قال إنه يمكن للرجال أيضا أن يدرسوا النساء، ولكن وفقا للشريعة الإسلامية عندما تكون هناك حاجة فعلية إلى ذلك. عندما تكون هناك حاجة فعلية يمكن للرجال أيضا أن يدرسوا النساء، ولكن وفقا للشريعة الإسلامية يجب على الطالبات مراقبة الحجاب، وهناك حاجة إلى ستار في الفصل الدراسي حتى يتمكن المعلم من تعليم الطلاب باستخدام بعض المرافق مثل الشاشات أو غيرها من الأجهزة الحديثة. بفضل الله لدينا عدد كبير من المعلمات ولن نواجه أي مشاكل في هذا الشأن. من جهته، وقبيل وصوله إلى الدوحة لإجراء محادثات بشأن عمليات الإجلاء من أفغانستان، اتهم وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان حركة طالبان بالكذب.
وقال لودريان عن المسؤولين في طالبان إنهم كانوا سيسمحون لبعض الأجانب والأفغان بالرحيل بحرية، وتحدث عن حكومة شاملة وممثلة لكنهم يكذبون. وأكد رفض بلاده الاعتراف أو إقامة أي شكل من العلاقات مع حكومة الحركة، مضيفا: نريد أفعالا من طالبان، وسيحتاجون إلى متنفس اقتصادي وعلاقات دولية، الأمر متروك لهم. معنا من كابل الكاتب والصحفي الدكتور بشير أحمد موحد. دكتور بشير، بعد التحية الآن، ماذا يعني استئناف الرحلات الجوية من وإلى العاصمة الأفغانية؟ تحياتي الطيبة لكم ولمشاهدين لقناة الميادين. نعم، أعلن بالأمس المتحدث باسم الخطوط الجوية الباكستانية بأنها ستستأنف الرحلات، خاصة الرحلات الدولية فيما بين الدولتين. أعتقد أن هذا يعني بلاغ كبير لأجل مصلحة الأفغانستان، كما تكون أفغانستان الآن أمام شرذمة الاقتصادية والسياسية. وبالأمس إقلعت طائرتين القطريتين فيها يعني الكثير من الأجانب، خاصة المواطنين الأمريكيين والموظفين السابقين الذين كانوا عملوا مع الحكومة الأمريكية. أنا أعتقد أن هذا يعني مجال كبير لمصلحة حكومة الجديدة، خاصة حكومة تصريف الأعمال في داخل أفغانستان. شكرا لك الكاتب والصحفي دكتور بشير أحمد موحد، كنت معنا من كابل. نشر مكتب تحقيقات الاتحاد الأمريكي أول وثيقة متعلقة بتحقيقه في هجمات 11 من أيلول سبتمبر على الولايات المتحدة ودور السعودية في دعم المهاجمين. ويأتي نشر الوثيقة بأمر تنفيذي من الرئيس جو بايدن. المكتب أطلق عام 2006 عملية تحقيق في تورط سعودي محتمل في الهجمات. وختام الظهيرة لليوم اخترناه من الأردن، ولكن يتعلق بالشأن الفلسطيني. التفاصيل معك علا. فقد اختارت جماهير نادي الوحدات الأردني إرسال رسالة دعم وإسناد إلى أسرى عملية نفق الحرية، فلنستمع إليهم. أسرى من جلبوع، ست أسرى من جلبوع، عملوا أكبر عملية، عملوا أكبر عملية، عملوا أكبر عملية، عملوا أكبر عملية، رفضوا الضل وكسروا الجيل، رفضوا الضل وكسروا الجيل، أعلى، رفضوا الضل وكسروا الجيل، رفضوا الضل وكسروا الجيل، صوت، رفضوا الضل وكسروا الجيل، رفضوا الضل وكسروا الجيل، حفروا نالوا الحرية، حفروا نالوا الحرية، أعلى، حفروا نالوا الحرية، حفروا نالوا الحرية، هانوا السجن وهانوا الجيش، هانوا السجن وهانوا الجيش، هانوا السجن وهانوا الجيش، هانوا السجن وهانوا الجيش، كل القوة اليهودية، كل القوة اليهودية، وبخطة ولا بالأحلام، وبخطة ولا بالأحلام، وبخطة ولا بالأحلام، وبخطة ولا بالأحلام، كسروا القبضة الأمنية، كسروا القبضة الأمنية، كسروا القبضة الأمنية، كسروا القبضة الأمنية، أعلى، لو رجعوا أسرى من جديد، 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 ضلك حاول ضلك عيد، ضلك حاول ضلك عيد، ضلك حاول ضلك عيد، ضلك حاول ضلك عيد، واحفر بدل الحفرامية، واحفر بدل الحفرامية، واحفر بدل الحفرامية، واحفر بدل الحفرامية، حتى تنول الحرية، حتى تنول الحرية، حتى تنول الحرية، حتى تنول الحرية، حرية الأسرى، حرية الأسرى، حرية الأسرى، حرية الأسرى، حرية. الظهيرة انتهت، وللمزيد من الأخبار والتقارير والبث المباشر يمكنكم زيارة صفحات الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغات العربية الإنجليزية والإسبانية. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء. إلى اللقاء.